اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. احد اعضاء فريق التحليل للنادي الاهلي او لقناه الاهلي خلال الفتره السابقه، واحد من الناس اللي تعبت جدا لانه بقى بيشتغل على ارقامه وحاجات كتيره جدا واحصاءات، الدكتور احمد ثابت. الحقيقه مقدم شهر اكتر من رائع، كان بيعمل حاجه كمان او برنامج لوحده، كان برنامج اكتر من رائع الحقيقه، والكل اتكلم عليه وعلى الارقام الكتيره اللي كانت موجوده في هذا البرنامج. وبعدين رجع لنا بعد شويه يتكلم معانا ايضا عن الارقام والاحصاءات اللي كانت موجوده، وبالتالي يستحق ايضا الشكر. دكتور احمد ثابت خلال فتره طويله جدا او خلال الشهر اللي فات بالنسبه لنا كان كل يوم شغل كل يوم شغل، فكانت الموضوع صعب شويه، لكن في النهايه جمهور النادي الاهلي يستحق اكتر من كده بكتير كمان. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله، تحياتي لحضرتك وحضرتك طبعا يعني يوميا في على طول باستمرار في البطوله، برضه استحق التحيه على الاداء والتعب والمجهود، والحمد لله يعني البطوله خلصت على خير الحمد لله. التحيه الاول يعني للقياده في مصر على التنظيم طبعاً. وعلى التنظيم الهائل بصراحه الاكثر من رائع للبطوله، ومليون مبروك للشعب الجزائري على اللقب الثاني، بصراحه لقب يستحقوه عن جداره واستحقاق من اول مباراه بيلعبوها، تحس ان هم فريق بطل لغايه المباراه قبل النهائيه بس مثل هذه النهائيات برافو عليك، تربح ولا تلعب. برافو عليك، تربح ولا تلعب، على يعني راي الجزائريين تربح ربحانه ولا تربح دوانسه تكسب مربوح. التاريخ ما بيذكرش غير البطل. مثل هذه المباريات انت بتتلعب على التفاصيل الصغيره، انت لعبت النهارده المدرب الجزائري جمال بالماضي لعب ان انا خلصت المباراه في اول دقيقتين، جبت هدف مبكر. شكرا. التوفيق حلفه كتير جدا في الهدف، والتوفيق مش بيجي غير للمجتهد وغير للي عارف ربنا كويس جدا. يعني لو شفنا صوره السجود دي، صوره اليوم، صوره الاحتفال بالسجود. دي حاجه منتخب الساجدين، زي ما قلت لحضرتك من اليوم نص النهائي فكرني بمنتخب مصر في 2008 6 و8 و10 كلهم كانوا كده الحقيقه. نفس صوره السجود دي تعتبر صوره اليوم، فالتوفيق ما بيجيش غير للناس المجتهده، الناس القريبه من ربنا يستحقون البطوله عن جداره واستحقاق. ممكن ما تلعبش النهائي بصوره ممتازه، ولكن التوفيق حالفك لان انت تعبت على مدار البطوله. مظبوط. انت سجلت وده اللي حصل فعلا النهارده، يعني انت هم سجلوا هدف ولكن جمال بالماضي لعب مباراه كبيره جدا جدا تكتيكيا. ده عمل تغييره كده بتاعت المدافع طهرات حاجه يعني في وقت كمان ايه، خلي بالك قبل نهايه المباراه بخمس سبع دقائق 84 يعني انا فاكر ان التغييره دي كانت بالنسبه لي كمان ان هو يطلع في جولي وينزل المدافع طهرات حاجه كده يعني برضو واضح جدا ان الراجل مركز عارف بيعمل ايه، راجل نموذجي. وكمان النجاح ان هو جه في فتره 9 شهور بس، محدش كان متوقع قبل البطوله ان الجزائر اصلا تنافس على اللقب. احنا قبل البطوله كنا بنقول ايه؟ كنا بنجيب الصحف الجزائريه يا المغرب، الصحف الجزائريه كانت يعني بتقول لك ازاي جمال بالماضي هيعرف يسيطر على فعلا دي حقيقه. لكن دلوقتي بعد البطوله يستحق كل التحيه، افضل مدير فني الحقيقة. افضل مدير فني بالتاكيد في البطوله، يمكن نعم. هو لعب على 4-3-3 طريقته المعتاده. بعد الهدف خلاص رجع لعيبته كلها في وسط ملعبه، لعب 10-1 4-5-1 كلهم ورا الكوره كلهم ورا الكوره بيقفل المساحات، يعني لو شفنا كده هنلاقي 4-5-1 اعمل حيطه يا ولد ولعب على التمرير الطولي لبغداد بنجاح. لو شفنا حتى الحالات الفنيه هنلاقي، نبص نلاقي ان الحالات الفنيه الصور كلها كده اهي، الحالات الفنيه هنلاقي 4-5-1 في وسط ملعبهم، لدرجه ان منتخب السنغال هو ابطل مفعول خطوره السنغال تماما. يعني السنغال بص حضرتك هتلاقي كلهم في وسط ملعبهم بغداد بنجاح بس اللي قدام، حتى مش عارفين يلعبوا. انت عارف يا دكتور كمان ايه اللي عجبني اكتر؟ الخمس دقائق الاخيره في التغييرات. لا سيبك التغييرات طبعا، ولكن الضغط اللي عمله في اخر خمس دقائق انا استغربت جدا، بيضغط من عند الجون من عند جوميز الضغط. في اخر او ما لأنه هو لو في اوت بيتلعب المنتخب السنغالي في نص ملعب المنتخب الجزائري في نص ملعب المنتخب السنغالي تلاقيهم كلهم ضاغطين واحد على واحد واحد على واحد، الكره ما تطلعش من بره الجناب من الجناب تمام. فحاجه كانت يعني جميله جدا، وحاجه كانت مدرب ذكي طبعا، مدرب ممتاز جدا. يعني احنا شايفين الصوره، لو شفنا برضو الصوره اللي بعدها هنلاقي التمركز في وسط الملعب، يعني نبص هنلاقي الضغط في وسط الملعب بالصوره اللي بعدها، نبص برضو نلاقي كده ان هم متمركزين في وسط ملعبهم، منعوا خطورة منتخب السنغال تماما. يمكن منتخب السنغال التسديدة الوحيدة ليهم في الشوط الأول
كانت في الدقيقه 35 يعني في الدقيقه 35 اللي هي بتاعه المهاجم نيانج دي التسديده الوحيده. بس كانت ايه كانت هيبقى احلى جول لو دخلت. احلى جول في البطوله. بس ده بياكد ان انت بتحاول تسدد من بره ان انت خلاص مش عارف تخش في وسط ملعبهم مش عارف تخترق مش عارف تعمل يعني مش عارف تخترق لا من العمق ولا من الاطراف مقفوله قدامك تماما فبدات تتجه ان انت تسدد من بره. دي برده صوره ثانيه اهي هم واقفين في وسط ملعبهم بيحاولوا ان هم يعني طبعا ايه في وسط ملعبهم عملوا ترسانه دفاعيه محترمه جدا من منتخب الجزائر. زي ما قلت حضرتك بقى في التغييرات بص حضرتك دي صوره مهمه قوي لرياض محرز. رياض محرز كنا اتكلمنا قلنا الدور الدفاعي بتاعه راجع فين بيغطي. انا خدت بالي في الكره دي في راجع يغطي براسه يعني اللي هي ضربه راس طبعا عملها كده اي حاجه ان هو يعني مش عارف يلعب براسه كويس فاهم اللي هو ايه فدي بتدل ان هو دور تكتيكي مميز جدا من المدرب ان انت بتكلف رياض محرز ان هو بيرجع واللعيبه كمان ملتزمه جدا بالادوار الدفاعيه. يمكن لو بصينا على تغييراته كانت ثلاث حاجات من وجهه نظري. رقم واحد اضاعه للوقت، رقم اثنين بتنشط، رقم ثلاثه التعزيز الدفاعي. اول تغييره كانت ياسين ابراهيمي مكان يوسف البلايلي، دي فيها نوع من التنشيط ان انت يوسف مركز البلايلي بمركز. مركز بمركز وبرده ياسين ابراهيمي عنده قدره يعني هو ما لعبش من اول البطوله خالص بالزبط. لكن هو عنده قدره على الاحتفاظ بالكره لعيب خبره يقدر يمسك الكره في وسط الملعب ويضيع بعض الوقت بالظبط كده. التغييره الثانيه كانت المدافع اللي حضرتك اتكلمت عليها اللي هي طهرات مكان في جولي. ليه؟ لان المدرب السنغال دفع باثنين راس حربه فده راح منزل ثلاثه مدافعين. بس انا عجبني اليو سيسي برده لانه لما لقى الموضوع كده ولقى 20 واحد في البتاع مطلع نيانج ومنزل كيتابالدي فيفتح الدنيا شويه. دي تغييرات رغم ان اليو سيسي يعني نجاح جمال بالماضي في المباراه كمان يعني انت تشوف ان الاداء مش حلو ولكن جمال بالماضي نجح جدا تكتيكيا. اليو سيسي النهارده غير طريقه اللعب ثلاث مرات. مظبوط ثلاث مرات يعني انت المدرب حاول اليو سيسي حاول بكل الطرق ان هو يخترق الجزائر ما عرفش. صح. اول طريقه يعني بدا ب 4-3-3 جينا في الدقيقه 58 راح مخرج نضاي اللي هو الارتكاز الثالث ودفع بدياتا حولها كام حولها ل 4-2-3-1 ساديو ماني دخل كصانع العاب وبقت 4-2-3-1. التغييره الثانيه في الدقيقه 75 راح مطلع الارتكاز الثاني اللي هو هنري سافي راح مخرجه ومنزل مين نيانج اللي هو مهاجم اللي هو دياني المهاجم الثاني بقت 4-1-3-2 ده في الدقيقه 75. الدقيقه 84 راح مطلع نيانج اللي هو مهاجم سيء جدا على مدار البطوله للامانه وانا مش عارف ازاي منتخب السنغال كله بيعتمد على نيانج ما جابش ولا هدف طوال البطوله. أسوأ حاجه في المنتخب السنغالي راح مخرجه ومحول طريقه اللعب ل 4-1-4-1 بنزول كيتابالدي. يعني انت عندك اسماعيل صار وماني ودياتي وكيتابالدي هو هنا بدا يعتمد يعني على ايه بقى على الشوط على التسديد التصويب الخارجي على التسديد. نعم. تاكيدا لكلام حضرتك يمكن هم عملوا 12 محاوله على المرمى منهم 8 من بره ال 18 8 من 12 فده. صح. دليل ان هم ما عرفوش يخترقوا خالص منتخب الجزائر. حاول الراجل يغير طريقه اللعب ثلاث مرات 4-4-3-2-1 و4-2-3-1 و4-1-3-2 وفي الاخر 4-1-4-1. اذا يعني اليو سيسي عمل مباراه كويسه. الراجل حاول على قد الاوراق اللي معاه ان هو يغير طريقه اللعب اكتر من مره ولكن ما نجحش بسبب قوه جمال بالماضي تكتيكيا اللي بصراحه جمال بالماضي يستحق مدرب البطوله يعني مدرب البطوله بان انت تسيطر على النجوم دي كلها ان انت تكتشف يعني قدامنا هو افضل مدرب اخذ جائزه افضل مدرب يستحق التحيه. جمال صراحة. جمال بالماضي فعلا يستحق التحيه. وكمان في حاجه ان هو اللعب الجزائري بقى اللي بان في ايه في ارتكاب الفاولات الكتير جدا. منتخب الجزائر النهارده ارتكب 32 فاول في 32 فاول في المباراه 32 فرقم كبير جدا رقم كبير جدا. كان في طريقه كده تقول اللي يفوت يموت يعني اللي هو اي لعيب يعدي ساديو ماني يعدي خلاص. الغريبه كمان ان انا كنت بحس ان المنتخب الجزائري احمد عارف عندهم 22 لعيب بيلعبوا لو مثلا تلاقي ماني بيرقص واحد تلاقي الثاني في ظهره وبعدين الاولاني يرجع تاني وبعدين يرجع تاني. السبب الاولاني الروح والعزيمه. شوف حضرتك جمال بالعمري المدافع لما اتعور والنزيف روح وعزيمه واصرار رهيب جدا يعني ده السبب الاولاني. كان نفسنا نشوف نص ده بصراحه يعني. السبب الثاني ان هو الراجل عامل مثلثات 4-3-3 دايما بتديك مثلثات على الاطراف. يعني تلاقي مثلا عدلان كاديورا بيغطي هنا مع رياض محرز ومع الباك اليمين كذلك عدلان كاديورا هنا برضو بتديك مثلثات فدايما تحس ان هم زياده عدديه في كل حته في الملعب. بصراحه منتخب الجزائر يستحق التحيه ومش شرط ان هم ما قدموش نهائي بمستوى برافو عليك هو ده المهم. ده المهم النهائيات دي تربح ولا يعني انت خلاص اهم حاجه التاريخ مش هيتذكر غير البطل. ده المهم يعني. لعيب برضو مهم جدا لازم نتكلم عنه النهارده واللي اخذ افضل لاعب في البطوله ده بالنسبه لي من مكاسب البطوله يعني من مكاسب الجزائر كمان الحقيقه اسماعيل بن نصر ده
طبعا لاعب انا اكتشفته في تاني مباراه بصراحه، يعني لعيب محور ديناميكي، لعيب عنده التكمله اللي جوه ال 18، لعيب مهاري قوي، واكتشاف البطوله فعلا بالظبط. يعني قبل البطوله ما كانش حد يسمع عنه، ما كانش حد يحطه اصلا في التشكيل المتوقع، راح الميلان يعني ما كانش حد فيه يحط ان هو في التشكيل المتوقع. لعب 7 ماتشات مع منتخب الجزائر، يعني اللعيب الوحيد في منتخب الجزائر مع رئيس مبولحي اللي لعبوا 7 مباريات. اكتر من صنع اهداف في البطوله، عامل 3 اسيست، صنع فرص لزملائه 7، يعني بمعدل فرصه في المباراه الواحده. التمريرات الطوليه بتاعته 13 لونج باص، التدخلات الدفاعيه 5، التاكلينج الصحيح 4. اكتر من قام بمراوغات ناجحه في منتخب الجزائر 18 مراوغه ناجحه. فاز بالالتحامات الثنائيه 42، رقم كبير 42 في 7 ماتشات. نسبه فوزه بالالتحامات الثنائيه رغم ان جسمه مش كبير، ايوه، الا ان هو نسبه فوزه بالالتحامات الثنائيه 55%. دقة تمريراته 87%، لعيب مميز جدا جدا جدا، عنده قدرة على التكملة، هو اللي بيعمل لمنتخب الجزائر الربط ما بين الخطوط، الكونكتور ده المهم قوي، اللي هو بيحول يعني بيقرب، هو اللي بيعمل الوصل، حلقة الوصل ما بين الدفاع وما بين الهجوم. اسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في البطولة طبقا للكاف، لا طبقا للكاف وطبقا بالنسبه للناس. اخيرا السنغال برضو عامله حاجه كويسه جدا، يعني مش عايزين نغفل دورها. المنتخب الوحيد اللي قدر ان هو المنتخب النيجيري، ان هم قدروا يقفوا شويه قدام المنتخب الجزائري طبعا. منتخب سريعا جدا، منتخب السنغال النهارده قدم مباراه كويسه جدا، كان هم كان كاداء كانوا احسن من الجزائر مظبوط، لكن كتكتيك واستحواذ يعني 62%، محاولات 12 مقابل الجزائر، كورنرز كورنر واحد، الجزائر عملت محاوله واحده بس، محاوله واحده بس اللي جابوها جون. السنغال 12 محاوله منهم 3 بس صح. تربح ولا تلعب، تربح ولا تلعب. مثل هذه النهايات تربح ولا تلعب، يعني دي فالتاريخ لا يذكر سوى البطل يعني الحقيقه. لكن السنغال يستحقوا التحيه على مدار البطوله، قدموا بطوله كويسه جدا. هم حظهم ان هم اصطدموا بمنتخب بطل بيمتلك الروح والعزيمه والاصرار زي منتخب الجزائر، وبرده يعني كانوا محتاجين مهاجم اتقل من نيانج، دي النقطة السلبية صح. الوحيدة لمنتخب السنغال. نيانج ده كان كويس بيقولوا، يعني أنا ما شفتوش لعيبة نيانج كويس. نيانج الثاني اللي نزل اسمه دياني. مهاجم يعني كويس، جايب 30 جون في الدوري التركي. الدوري التركي، طب مش عارف هو عايز ايه لكن ماشي. والسلبية الثانية برضو تأثير غياب كولوبالي المدافع، يعني لا بس النهاردة كانوا جامدين جدا. سليف سانيه كويس جدا، بس شيخ كوياتي غلط في غلطة الهدف. يتحمل برضه غلطه الهدف اللي بغداد بنجاح عدى منه، بس في المباراه بالكامل لا كويس. بس انا استغربت جدا ان هم عمالين يعني يقصوا ويقفوا. عموما كانت مباراه مميزه، ودائما احصاءاتك مميزه يا دكتور، نتمنى لك يا رب كل التوفيق ان شاء الله بقى ابتداء من اليوم الثلاث. احنا كام يوم اجازه كده وبعدين نيجي لحضراتكم مره اخرى يوم الثلاث ان شاء الله. ابتداء من يوم الثلاث هنتكلم اكتر طبعا بقى عن النادي الاهلي وعن المباراه المقاولين والكلام ده كله ان شاء الله. فانا بشكرك جدا يا دكتور على الشهر اللي فات بالكامل، وعملت اداء رائع وعملت شغل رائع. انا اللي بسعد دايما بالتواجد مع حضرتك يعني، فبشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب خلال الفتره اللي جايه. بسعد دايما بالتواجد مع حضرتك، وباذن الله يعني كده بالتوفيق للنادي الاهلي الفتره الجايه يا رب ان شاء الله. متع الناس ان شاء الله الفتره الجايه بالدوري باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل اخر فقراتنا، وايضا اخر واحد بقى موجود معانا من اعضاء فريق التحليل في قناه النادي الاهلي، تعب معانا جدا برضو خلال هذا الشهر، يمكن اقل واحد تعب ولكن تعب برضو معانا كتير، الكابتن سمير عثمان بيفضل قاعد معانا لغايه نهايه الحلقات. فانا برضو هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل كابتن سمير عثمان.